رحلة طويلة وشاقة من المعاناة التي يتجرعها مرضى السكري والفشل الكلوي، فعلى شبابيك صيدلية الصحة المركزية بالعاصمة صنعاء ينتظر هؤلاء المرضى ومرافقيهم، علهم يحصلون على بلسم يخفف من أوجاعهم وآلامهم التي قد تمتد لأشهر في انتظار الحصول على الأدوية الخاصة بهم والمقدمة مجانا لهم. ليس كل هؤلاء هم العدد الحقيقي لمن قدر عليهم الإصابة بالسكري أو الفشل الكلوي في اليمن، وإنما هم أعداد قليلة جدا يترددون على الصيدليات المركزية والتي باتت عاجزة عن تلبية احتياجات من الأدوية بسبب النقص الحاد الذي تعاني منه، فأدراجها خاوية على عروشها باستثناء علب وأمصال لا تكفي لعشرات المرضى الذين يعانون من ارتفاع جنون في أسعار الأدوية الخاصة بهم، ولم يعد لديهم القدرة على الشراء بالتزامن مع انهيار العملة الوطنية وانقطاع مرتبات الموظفين لأكثر من 3 سنوات. بسبب ارتفاع سعر العلاج الضغط ولا تعمل حق السكر حق الأعصاب الفيتامين، والمنظم برضو عاد فيه المنظم بنجلس بعض الحين 3 شهرين بدون العلاج، يعني ارتفاع. وطبعا بسبب المعاشات انقطاع المعاشات بعد ما حول البنك من صنعاء الى عدن، انقطاع المعاش وعدم العلاج وارتفاع العلاج، كذا قلنا ارتفاع يعني بشكل يعني اقول 300% مش 100% 300% تقريبا. والان بنحاول هكذا وهكذا يعني كيف ما سهل الله. ورغم استغاثة العاملين في الصيدلية المركزية والمطالبة المتكررة لرفدها بالعلاجات الضرورية، إلا أنها تذهب أدراج الرياح كون الميليشيات الحوثية التي تديرها غير مكترثة بذلك، حتى وصل الحال بها إلى نهب المساعدات العلاجية والطبية المقدمة من المنظمات الدولية، وتقوم بتوزيع على الصيدليات الخارجية لبيعها بأسعار باهظة في سوق سوداء لا ترحم. الموضوع أن الآن تحصل فيه أدوية يعني أسعار مرتفعة بسبب الوضع هذا وبسبب ارتفاع الدولار، والآن نشوف الآن نحاول دعم لو في جهة معنية تدعم لنا الصيدلية المركزية، خاصة الأدوية اللي هي حق السكر وزارعين الكلى، لأن هي أدوية غالية جدا جدا، لأن أدوية الكلى الزارعين تعتبر هي أدوية أكثر كمية يعني إيش مستهلكة. ويأمل مرضى السكري والفشل الكلوي إلى لفتة إنسانية دولية تسهم في التخفيف من وطأة المرض عليهم ودعمهم بالأدوية اللازمة التي لا يستطيعون الحصول عليها بسبب ظروفهم المادية الصعبة، مع تخوف من سوء الأوضاع في ظل تفشي وباء كورونا القاتل والذي يصيب بدرجة رئيسية أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.